play with a don't be this. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة حلقات بيقولوها ازاي دي. إن شاء الله النهاردة مع بعضينا هنعرف حبة مصطلحات وأقوال باللغة العربية وما يقابلها باللغة الألمانية. وطبعا احنا عارفين زي ما أنا قلت قبل كده إن في أمثلة وحكم ما ينفعش نترجمها ترجمة حرفية، ولكن بنشوف إيه المقابل ليها وإيه المستخدم في المجتمع الألماني عشان تقول حاجة الألماني يفهموها، لكن ما تترجمش ترجمة حرفية. هو سامع كلام ألماني لكنه مش فاهم أنت بتقول إيه، أو مش فاهم أنت تقصد إيه، تمام؟ فالنهاردة إن شاء الله حابب إن مع بعضينا كده إن شاء الله نعرف حبة مصطلحات وأقوال مقصورة وحكم في العامية المصرية وما يقابلها اللغة الألمانية. طيب عايزين نعرف مع بعضينا النهاردة يعني إيه كلمة كان فيه وخلص. يعني مثلا أنت رحت لزوجتك قلت لها إيه ده، فين الأكل بتاعي، فين الفرخة بتاعتي أنت كلتيها، فقالت لك يا حبيبي معلش والله أصل اللي سبق أكل النبأ. يعني إيه كلمة اللي سبق أكل النبأ؟ Wer zuerst kommt, malt zuerst. يعني ايه؟ يعني اللي جه اولا طحن اولا، فمعناها اللي سبق اكل النبأ في اللغة العربية. جميل. طيب فانت قلت لها يعني ايه، يعني اللي سبق اكل النبأ، ما مش دوت نايبي انا وانت مش كلتي. فقالت لك معلش يا حبيبي بقى كان فيه خلص. يعني ايه كان فيه خلص؟ كلابت سو اف توت. يعني ايه تسو كلابن؟ دوت فعل منفصل معناه يغلق شيء، يغلق كتاب، يغلق الحاجات ديت. وي اف اللي هو ارد، توت يعني ميت، فديت زي ما بنقول كده اللي هو ايه خلاص انتهينا بقى، القرد مات. كأننا مثلا يعني جاية من سيرك او من قصة ان خلاص احنا خلصنا، القرد اللي كان بيتنطط وعامل الشو مات، فالمقصود بيها اللي هو كان فيه خلص، انهي الموضوع ده. فهي جاية كده وقالت لك بقى معلش يا حبيبي والله كان فيه وخلص، هتقول لك شاتس كلابتسو اف توت، يعني انهي بقى الموضوع. فهي جت تاني يوم عايزة بقى تصالحك، عايزة تعمل لك حاجة كده هو تفرفشك، قامت عاملة لك أكلة وقامت جاية لك بتقول لك يلا حبيبي تعالى كل، فقمت قايل لها لأ. فقالت لك يا خلاص يا حبيبي اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. فاللي ياكل على درسه ينفع نفسه معناها هيلف دير سيلبست dann helf dir gut. Helf dir selbst dann helf dir gut. يعني ساعد نفسك اولا بعد كده ربنا هيساعدك. فما يقابلها باللغة المصرية يعني اللي بياكل على درسه بينفع نفسه، تمام؟ فعادي جدا طبعا انت لازم بقى في الموقف دوت تبقى بارد كده هوت وتقعد. هتلاقيها هي جايه لك بتقول لك فين يا حبيبي مش عارف مصروف ايه، فين يا حبيبي عايزه مش عارف اعمل شوبينج على ايه. تقول لها ايه كان فيه خالص يا حبيبتي، كلابتسو افتوت فيدو ميا زوج ديا، واحدة بواحدة واحدة بواحدة، يعني فيدو ميا زوج ديا. جميل. فالموضوع بسيط جدا، الموضوع هيخلص في محكمة الأسرة إن شاء الله يعني، وربنا يدوم المحبة والمعروف ما بينكم. ودوا كان فيديو النهاردة، وأتمنى تكون حبة المصطلحات ديت عجبتكم. Und wenn dir das Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mahmoud. Assalamu alaikum, Shabbat.